data structure. يعني ايه تري؟ تري الناس اللي هم ممكن يكون تعرضهم لموضوع الجراف ثيوري اعتقد ان هم يكونوا ريليتد للايه للموضوع ده كويس جدا، والناس اللي هم ما اخدوش جراف ثيوري هنشرح لهم يعني ايه تري من البدايه. ولكم ان كمبيوتر ساينس تري از ان ابستراكت موديل اوف هيراركال استراكشر. يعني ايه هيراركال استراكشر؟ يعني تركيب هرمي. يعني ايه التركيب الهرمي ده يا شباب؟ التركيب الهرمي اللي انا عاوزك تعرفه بس من هيراركال استراكشرز ان من مميزاته او من صفاته ان القاعده بتبقى اكبر من الايه من القمه، قاعدته بتبقى اكتر من الايه من القمه. غالبا القمه بيبقى سنجلتون عنصر واحد او نوداية واحده، اما القاعده بتبقى يعني عدد كبير زي بالظبط اي شركه. التركيب الهرمي او الوظيفي بتاعهم بيبقى في مدير واحد في القمه، وبعد كده بيبقى رؤساء اقسام، وبعد كده وهكذا بيبقوا الموظفين، بتبقى القاعده كبيره، اما قمه الهرم بتبقى بسيطه او صغيره مقارنه ب قاعدة الهرم. ده هو المقصود بالايه هيراركال استراكشرز. التري كونسيست اوف نودز وذ ابيرنت تشيلد ريليشن. عاوزك بقى تتخيل كده شجره العيله، شجره العيله كل واحد عنده عيله يجيب اخر اسم عنده الفاميلي نيم. بدر مثلا ده الراجل الكبير خالص، ده بالنسبه لي جاب اولاد والاولاد جابوا اولاد وهكذا. هي دي الايه التركيب الايه الهرمي. فانا عاوزك تبص للشجره واحنا بنتكلم عنها بشجره الايه العيله، اوكي؟ ففي بيرنت وفي ايه تشيلد، وفي علاقه ما بينهم مين ابو مين ومين هم الاشقاء اللي من اب واحد ومين مين هم اللي في مستوى واحد يعني جيل واحد. يعني تخيل وعيش هذه الايه القصه على اساس تستطيع ان انت ايه تقدر تفهم المحاضره النهارده. البريفيوس داتا ستراكشرز placed data in linear A order. بيقول ان الـ data structures اللي احنا الانواع المختلفة اللي احنا اخدناها قبل كده كانت بتمثل data structures linear A order في ترتيب خطي، سواء كان الاري الستاكس الكيو كان ده كده كله في تركيب خطي. معذرة ان شاء الله. Some data organizations requires categorizing data into groups أو sub A sub groups. أي مؤسسات عندها الهيكل بتاعها بيبقى عبارة عن groups في مجموعات أو مجموعات جزئية زي ما هنشوف. التري terminology التري are a hierarchical data structures of nodes. خلاص ماشي، عرفنا إن هو في تركيب هرمي، هذا القمة الهرم وده الايه قاعده الايه الهرم، دي قاعده الايه الهرم. بعد كده هتعرف في الباينري تري ان القاعده بتبقى اكبر من كده كمان. النودز ار لينكد باي ايج، يبقى دون اهون الاربعه مرتبطه بالنودايه دي عن طريق ايج اهون او لاين بنسميه ايج لاين ارك. ثلاثه تسميات. اما النوده النودز دي بنسميها اكثر من ايه تسميه ايضا، نودز بوينتس فيرتيسز، كل ده تسميات مختلفه للايه للنودز. اوكي، يبقى انت عندك تسميات مختلفه للنودز، عندك تسميات مختلفه للايدج. ودي شكل الايه الشجره. بس الشجره دي مقلوبه. لو حد يقول الجذر او الروت بيبقى تحت في الارض، صح كلامك مظبوط. فاحنا بنتعامل مع الشجره ان هي شجره ايه مقلوبه، بحيث ان الاصل بنتعامل معاه اولا فقلبناها بحيث ان احنا نتعامل مع الاصل ان هو كليفل اي زيرو المستوى زيرو المستوى واحد المستوى
2 2 او الثاني. تعال نشوف الابلكيشنز اللي الباينري كمبيوتر ساينس الباينري سيرش تريز، ودي يعني خوارزميات مهمه جدا وداتا ستراكشرز بيتحسن في كفاءه الخوارزميات. الفايل سيستمز، ماثيماتيكال اكسبريشن كونفرجن، اكسبريشن اي ايفالويشن. انا اعرف كل حاجه بالتفصيل. عندك الارتفيشال انتليجنس اي اي في الديسيشن ميكنج. يعني ايه ديسيشن ميكنج يا شباب؟ في حاجه اسمها ديسيشن تري، شجره القرار، وبناء عليها بيطلع منها حاجه اسمها ايه ديسيشن تري، ديسيشن ميكنج او صنع الايه القرار. لو رجعنا للشريحه اللي قبل كده هنلاقي اهو القرار بيبقى هنا كده، غالبا بيبقى في الايه في الاخر. يعني مثلا الكوفيد 19 ايه اعراضه؟ يقول لك هنا سخن، والسخونية أدت إلى مثلا أنفسال، أهو سخونية أنفسال، بعد كده كحة ناشفة، يبقى بتاخد قرار بتقول إيه إن هو عنده كوفيد 19 مثلا. فهي شجرة أو ديسيشن تري بتبقى بناء على هذا الإيه، على هذا الأسلوب. طبعا بتصنع قرار من هنا وتقول ان هو عنده كوفيد 19 او ما عندهوش كوفيد 19. البيولوجي ايفالويشن، ايفالويشن تري اللي هي برضو شجره التقييم، يعني قريبه من الديسيشن ميكنج ولكن بتكون خاصه بالدي ان ايه والجينات ومثل هذه الايه الامور، يعني خاصه بالبايومتريك اللي هي الوظائف الحيويه. المانجمنت برضو هيراريكال اورجانيزيشن ستراكشرز اللي هي الشكل الهرمي لتركيب المؤسسات الايه المختلفه في الاداره، ايضا بيكون مهم جدا جدا. فدي الابلكيشنز كتيره جدا في الايه الخاصه بالباينري او خاصه بالتري بصفه عامه. ففي منها decision tree، في منها ان انت بتعمل decision making، في evaluation tree، ايه اكثر من ايه اكثر من شيء. هذا مثال اهون ماي ستابس اللي هي اشيائي او احتياجاتي. بقول لك انا عندي الهوم والورك والبلاي والسكول. انت كشخص واقف هنا ايه مرتبط بايه؟ فانت عندك هوم، عندك بيتك وعندك شغلك وعندك هواياتك ولعبك وعندك السكول الدراسة الخاصة ايه بك وهكذا. فدون تركيب ايه هيراريكال ايه هيراريكال اورجانيزيشن. بقول ان الداتا ايتمز ابير ات فيريوس ليفلز ويذين ذا اورجانيزيشن دايركتوري ستراكشرز، مثلا يعني على هيئة فولدر او دايركتوري بتحطها بالشكل ده، دي المستوى الاول، دي المستوى الثاني، دي المستوى الايه الثالث وهكذا، او المستوى زيرو اللي انت واقف فيه بيتفرع من مستوى ايه اخر اللي هو ليفل ايه ليفل 1، كلهم على نفس المستوى، كلهم على نفس المستوى، وبيتفرع من السكول ايضا اشياء ايه اخرى وهكذا. فهو ده وان التركيب الهيراركيل اللي احنا المقصود بيه. شوف هنا القمه وهنا الايه القاعده، القاعده بتبقى اكبر كتير، بتحتوي على عدد من النود اكبر أكبر من الروت. أوكي، عندنا الهيراركيال أورجانيزيشن. إيه في البتاع يا ابن الله؟ دوشة عشان نعرف نشتغل. الهيراركيال أورجانيزيشن زي ما أنت شايف كده التمثيل الهرمي، وبعدين إيه في المعي لا دكتور حضرتك عملت ميوت.
انا ما عملتش ميوت ولا حاجه. سامعني كده؟ تمام تمام اه يا دكتور. هل في صلاحية لحد مهزأ بيعمل حاجة زي كده ولا؟ هو اعتقد البرميشن بيبقى للكل يعني. بيرميشن للكل يعني ممكن حد يعمل لي ميوت؟ ده بيبقى اعتقد اه إنسان، يبقى إنسان يعني غير مسؤول صراحة، ممكن عادي. غير مسؤول وكمان يعني مهزأ. طيب اه خلينا ممكن لو لمحته، حضرتك تظبط الاوبشن، ممكن حضرتك تظبط الاوبشن ده في بداية الميتنج من السيتنج اللي بيظهر. خلاص ماشي، خلينا بس ايه القطه بس. هو عموما الاي دي بتاعه بيظهر عندي، اللي بيعمل، اللي حتى بيشارك في الحديث بيظهر عندي. خلينا ايه نلقطه كده، ايه كام اي دي، ونبقى ايه نتصرف معاه ان شاء الله بعدين. طيب خلينا نكمل ونقول ان الهيراركال اورجانيزيشن بالشكل ده، وان بمجرد ما تسمعش الصوت بس حد ايه يخبرنا عشان ايه ما نسيبتش ايه حاجات وتفك وتفوتكوا حاجات. اوكي معايا يا شباب ولا مش معايا؟ معاك يا معاك يا دكتور. تمام ايوه يا دكتور ممتاز. الهيراركال اورجانيزيشن بالشكل اللي انتم شايفينه ده، لما يكون عندنا كرئيس جامعه وعندنا بيتفرع منه الجامعه دي كده كلها، الهيكل الاداري بتاع الجامعه ده رئيس الجامعه، وده نائب رئيس الجامعه لشؤون الاكاديميه، دي لشؤون البيئه او شؤون الاعمال، وده لشؤون الايه شؤون الطلاب، وهكذا بيتفرع بقى من هنا اللي هو خاص بشؤون الأكاديمية الدين of Arts and Science، وهكذا بيتفرع بالكليات، والكليات بتتفرع للأقسام للديبارتمنتس وهكذا. يبقى هو ده الشكل الايه الهرمي للمؤسسة اللي اسمها اليونيفرستي. وبتلاحظ طبعا ان انت عندك الايه القاعدة غالبا وابدا لو كملت هنا كده هتلاقيها اكبر من الايه اكبر من القمة اللي هي بتمثل بالروت اللي هو جذر الايه الشجرة، شجرة مقلوبة زي ما انت ايه شايف كده. اوكي تاني هنا نشوف السلايد اللي بعديها. الهيراركال داتا ستراكشر عندنا 1 to many relations between elements. التري هنا بيبقى سنجل بيرنت. معلش نعم شير سكرين واقف عندي، هل ده عند كله ولا عندي انا بس؟ عند ايه واقف عند ايه؟ يعني الشاشة كانت ظاهرة واختفت. ممكن حضرتك طيب الـ نشوف الشباب الشاشة أخبار إيه عندهم الأول؟ الشير شغال عادة. تمام شغال لغاية فين كده أخيرا؟ الهيراركال داتا ستراكشر اللي هي وان تو ميني. طيب انت بقى شوف الـ 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 الاخ اللي بيكلمني، شوف انت ممكن تفصل وتدخل تاني او ماشي. السنجل التري ماشي يا حبيبي، التري سنجل بيرنت عندك مالتيبل تشيلدرن، عندك ايه هو انه دايه بس بتمثل البيرنت، وعندك ايه اكتر من ايه من تشيلدرن. الباينري تري بقى دي نوع خاص من الايه تري، ده ايه تري بصفه ايه تري بصفه عامه. اما الباينري تري هنا تري ويز زيرو ايه
two children بير A node. هنا التري داون بشكل عام وهنا الباينري A3. طب إيه اللي يميز؟ What is the difference بينهم؟ الديفرنس اللي بينهم إن أنت عندك كل نوداية هنا بيتفرع منها باينري two nodes. كل واحدة بيتفرع منها two nodes. ولكن لو جيت تبص هنا مثلا على النوداية دي اتفرع منها كم نوداية؟ ثلاثة. فعشان كده ما بتبقاش باينري A باينري 3. ويطلق على 0 A 0 2 يبقى دي الباينري A باينري 3. يبقى الباينري 3 تعرفها ان كل نداية بيتفرع منها A 2 نودز. تعالى على برضو بعد الديفينيشن المهمة جدا جدا الترمينولوجي هنا ادا قدامك اهيا 3 يعني ايه الروت؟ فين الروت؟ اهو الروت. طب الروت دول من مميزاته ان هو ايه؟ نو predecessors. يعني ايه نو predecessor؟ predecessor يعني الخلف يا شباب، الخلف يعني ايه السلف. السلف اللي هم مين؟ السلف اللي هو زي ما تقول كده السلف الصالح. مين السلف الصالح؟ اللي قبل. يبقى هنا النو نو ايه predecessor، ملوش سلف، ده هو في البدايه دون ادم. اوكي، ده مين؟ سيدنا آدم اللي هو في البداية إيه؟ في البداية خالص، مش قبلي إيه؟ مش قبلي حد، اللي هي الروت. طيب الليف دي اللي هي الإيه؟ ورقة. الورقة دي آخر واحد موجود في العيلة اللي هو أنت، اللي هو أنت. No successors. أنت ما عندكش ولاد. أنت عندك ولاد؟ ما عندكش ولاد. خلاص، يبقى أنت الورقة اللي موجودة في الإيه؟ في الشجرة. الورق اللي ايه اللي موجوده في الشجر. يبقى هو دون. طب سكسور يعني ايه؟ دون الخلف. الخلف يعني مالكش خلفه، مالكش بعد كده اولاد تانية. لما يجي منك اولاد يبقى بتتفرع من النودز دي ايه اشياء اخرى حسب عدد الاولاد اللي عندك. امال الانتيريور هنا ان هو نان ليف. يعني ايه انتيريور نان ليف؟ الليف اللي هي الشجره اللي هي في الاخر خالص اهي، اللي هي مش متفرع منها شيء، اي حاجه خلفها فدي بنسميها ايه؟ انتيريور. اي حاجه خلفها بنسميها انتيريور. اوكي، طب الهايت، الهايت اللي هو مين الهايت دوان؟ طول الشجره. الهايت طول الديستانس فروم روت تو ليف، المسافه ما بين الجذر و الورقه، الجذر والايه والورقة. وهنعرف دلوقتي ازاي بنعرف تحسب. يبقى دي يعني ترمينولوجي يجب ان احنا ايه نعرفها جيدا على اساس نستطيع ان احنا نكمل الخوارزميات الخاصة ب الباينري سيرش تري. طيب عندك ترمينولوجي ايضا البيرنت والتشيلد. هذا بيقول لك apparent node reference one or more nodes. يعني انت عندك لو هنا بنقول دي عباره عن parent. اوكي، فالبيرنت هنا بتشير لمين؟ لاولاد هم اثنين. طب دي تعتبر parent؟ الفي تعتبر parent ايضا، بس parent لمين؟ اللي تحتها اللي هم الاولاد دول. اوكي، بتعتبر parent بتشير ل one or more than one node. اوكي، طيب الروت هنا without parent. خلاص عرفنا ان هو without a parent. Except for the root no parent. Every node has exactly one parent. اي واحده من دول تحتوي على بالظبط على ايه؟ على one ايه؟ على one parent. اي نودايا يعني لو قلنا دي فين البيرنت بتاعها؟ طب دي فين البيرنت بتاعها؟ ده وهكذا. خلاف مين؟ خلاف اللي هو الروت without a parent. A tree has only one root node. يبقى التري هنا بيبقى لها ايه؟ جذر واحد فقط. الشجرة بيبقى لها جذر واحد فقط. تري ترمينولوجي السيبلينج دي يعني اللي هي ايه السيبلينج يا شباب تفتكروا؟ السيبلينج اللي هي مش هنقول عليها براذرز، لان البراذرز ممكن يكون إخوة من أب أو إخوة من أم، ولكن سيبلينج يعني أشقاء. يعني أشقاء من أب وأم واحدة. أوكي؟
اوكي دول الايه اسمهم الاشقاء. النودز احنا بنعتبر ان النودايه هي اب وايه وام في نفس الايه الوقت. يبقى النودز ذات ار تشيلدرن اوف ذا سيم بيرنت. اوكي مين دول السيبلينج؟ اه تعالى كده نقول ان مين دول؟ دولك كده من اب واحد. اه يبقى دول ايه سيبلينج. هتقول لي ممكن يكونوا في نفس المستوى، ويعني ممكن نقول ان السيبلينج هم النودز اللي في نفس المستوى. لا 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 لا, لا. ما تتقالش كده خالص، لان هتعرف دلوقتي ان ممكن يكونوا في نفس المستوى ومش من اب ايه ومش من اب ايه واحد. يعني مثلا على سبيل المثال لو جينا هنا اخذنا من هنا اتنين كمان، هل الاثنين دول ودول هيبقوا السيبلينج؟ لا 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 لا، دول هم اللي سيبلينج لانهم من اب واحد، ودول سيبلينج لانهم من اب واحد، انما الاربعه مع بعض ما ينفعش. اوكي طيب انترنال نود، خلاص عرفنا ان الانترنال نود هم اللي دايما وابدا يعني ايه بيبقى لهم one or more children. A node is internal if it has one or more children. Okay. طيب اللي هو external node. A node is a leaf that has no children. يبقى النودية بنقول عليها leaf، ورقة لما ما يكونش لها أولاد. مين هم اللي هنا الليف؟ اه ده كده كل الله الله الله، ده دي في المستوى الاولاني اهو، يعني دي مستوى زيرو، مستوى واحد، مستوى اثنين، مستوى ثلاثة. اه ما هو برضه ملهوش حسب التعريف ملهوش ايه ملهوش children، يبقى يطلق عليه ايه ليف. التري ترمينولوجي انسيستور و ديسنتر يعني ايه؟ يعني ببساطة شديدة الأسلاف والأحفاد. الأسلاف والأحفاد. Ancestor of a node is either the node's parent or any ancestor of the node's parent. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا إن الأنسيستور اللي هي الإيه؟ الأسلاف أو الخلف، الجد أو الأجداد. يبقى دون بيسمى جد أو سلف أو لي نودية معينة is either the node parent or an ancestor of a node's a parent. يعني بيكون parent, grand parent, grand grand parent، أبو الجد، أبو الإيه الجد، بيطلق عليه ancestor. ليه؟ مين؟ لي vertex a معين. The root is an ancestor of every other node. يبقى الروت ده وان هو الاب لكل، او يطلق عليه ancestor كمان، مش parent بس، لا ده ancestor لكل الايه لكل النودز اللي تحتي. Descendant of a node. يعني ايه descendant of a node؟ اللي هما الاحفاد. سمعيني يا شباب؟ طيب يبقى انا عندي هنا الديسنتنت اوف اي او انود اللي هم دول الايه الاحفاد، ويبقى الاحفاد بيطلق على النداية اقول عليها الديسنتنت اللي اما تكون تشيلد او جراند تشيلد او جراند ايه تشيلد. اوكي تعال هنا كده مثلا هنشوف ان اليوديان هي انسيستور. يعني ايه انسيستور؟ جد. لمين؟ للنقطة في. طيب ممكن اقول ان اليو انسيستور عشان ان هي بيرنت. اه ما احنا قلنا بقى ان هي لا اما بيرنت لا جراند بيرنت لا جراند جراند ايه بيرنت. طب دي جراند جراند للايه للليف. اوكي جراند جراند جراند
اوكي، ما طالما كده يبقى بقول على ان اليو دي انسيستور. طيب descendant of a node، يبقى هنا الفي بتبقى descendant of a node مين؟ النوديان او النوداية اللي هي الروت. لو ان هي تبقى تشيلد او جراند تشيلد او جراند ايه تشيلد او جراند جراند ايه تشيلد، اوكي يطلق على ايه descendant. المهم المصطلحات دي يا شباب مهمة جدا عشان اقدر افهم الدنيا ماشية ازاي. عندك هنا ايضا يعني احنا وضحنا بالمثال على مثال واحد، فهنا هيوضح ايضا على مثال. كفاية كده، تعال نشوف التري ترمينولوجي السب تري. ايه يعني السب تري؟ زي بالظبط المجموعة ومجموعة جزئية السب سيتس، يعني السيت والسب سيتس. نفس القصة، a tree may be divided into subtrees، وخصوصا الباينري تري او عموما ايه التري بيتنقسم. نعم فندم. هي ده سيستم ما لهمش تشايلد. نعم، نرجع للشريحه اللي قبل كده. حاضر. ها هنا بيقول ايه descendant of a node، يعني ايه descendant of a node؟ مين اللي معايا؟ ندى. ماشي يا ستنا، اللي هي بيقولوا اللي هي يطلق على النوداية ان هي descendant of a node لما تكون شيلد او grand شيلد او grand grand شيلد. تعال على المثال ده، مثلا النوداية دي هل هي descendant of a node؟ ها descendant of a node mean النوداية دي شايفة السام ولا مش شايفة؟ أيوة تمام. طيب النوداية دي descendant of a node لمين؟ للنوداية دي أو للنوداية دي؟ للنوداية دي أو للنوداية، لأن للنوداية دي بتعتبر إن هي تشيلد، للنوداية دي بتعتبر إن هي جراند تشيلد. انت معايا؟ بس كده، ده دي تعريف مين الانسيستور والديسنتنت. هوب اند ها ايه تاني؟ لا تمام. التري ترمينولوجي السب تري، بقول ان التري لو بصينا هنا بتنقسم لسب تري. سب تري هيطلق عليها بعد كده ليف سب تري والرايت سب تري. يعني مثلا هنا مثلا لو قلنا ان دي كده كلها تري، الثلاث نودز دول، فانا عندي سب تري اهي نودية وده سب تري، فعندك سب تري ليفت وسب تري رايت. فهنا بقول اتري مي بي ديفايدد انتو سب تريز كتير، يعني مجموع اسمها اشجار جزئيه. يعني A subtree is a tree that has the child of a node as its a root. يبقى هنا بيقول ان subtree هي tree اللي بتحتوي على child of a node as its root. اوكي okay. هنعرف دلوقتي بالتفصيل على امثله ايه هي subtree، لان دي مهمه ومش هنسيبها. Hence a subtree is composed of a node and all of that node's a descendant. The first node in a subtree is known as the root. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو رجعنا هنا للمثال ده، لو انا اخدت السبتري دي كده كلها، مين هنا الروت بتاعها؟ دون الروت دي المقصود بالايه بالكلام الايه اللي الراجل بيقول the first node in a subtree is known as the root of a subtree. Subtrees themselves can be further divided into other subtree. يعني انا هنا سوري ده اخدتها ان هي subtree. طب لو اخدت دي من اللي احنا اخدناها حاليا واقفين عليها دي، واخدت دي فيصبح ان دي سب تري ايضا من الايه من حاليه. فهو بيقول هنا ان السب تري سم سيرفيس كان بي ديفايدد انتو اذر ايه سب تريز، يعني السب تريز ممكن تنقسم هي اخرى او نطلع منها شجرات جزئيه
وهنا المثال هنا وضح أول المثال بيقول لك الروت اوف اي سب 3 دي الشجره كامله الشجره كامله اهي ممكن اخد منها سب 3 من هنا دي تعتبر سب 3 من الايه من 3 دي ان اي كده كلها او ممكن اخد السب 3 من هنا كده يبقى سواء اخدت الشجره دي هتعتبر سب 3 من دي او الشجره الصغيره دي فهي سب 3 من الاي من دي مش بس كده لو اخدت دي سب 3 طيب ممكن اخد منها سب 3 ايضا اهو خد دي كمان سب 3 ايه وهكذا يبقى سب 3 اوف تي روتد ات نود في از ذا تري كونسيست اوف اول ذا ديستنس اوف في ان الاي تي انكلودنج الاي الفي The tree consists of a node and its a distance. طيب. الديبس يعني ايه ديبس؟ عمق نقطة معينة أو نداية معينة بقول لك the depth of a node V عمق الايه النقطة دي يعني هي المسافة بينها وبين الايه وبين الروت. أو بقول لك the depth of a node V in T is the number of ancestors of V. مين هم الانسيستور؟ الآباء. الآباء مش أب واحد. الآباء حتى توصل لمين؟ للروت. يبقى دون كم انسيستور هنا شباب؟ واحد بس. يبقى خلص. يبقى if V is the root, the depth of V is zero. يعني لو V دي هي الروت يبقى الدبس بتاعها بزيرو ليه؟ لان ملهاش اب او يعني عدد الاباء بيساوي زيرو انما هنا الفي هنا عدد الاباء بتوعها كام يا شباب؟ واحد طب دي يعني كده عدد الاباء بتوعها كام؟ هذا اب وده اب تاني وده اب ايه؟ تالت يبقى تلاته اقول تاني؟ طيب الديبس اوف الفي هنا بيساوي كام واحد لان عدد الاباء كام واحد الجد بيسمى اب يا شباب الجد بيسمى اب يبقى هنا في تعريف الانسيستورز يعني هنا كام يا شباب ثلاثه لان اب واحد اثنين ثلاثه طيب الهايت خلي بالك ان الديبس كانت لنقطه يعني عمق نقطه عمق ندايه أما الهايت لتري طول الاي تري the height of a tree is the maximum depth بجيب الديبس لكل الاي النقاط وباخد الماكسيمم دي الماكسيمم لا of its a lowest level a leaves also called maximum a levels of a tree تعال ناخد مثال ده الليفل 0 ال 0 ال 1 ال 2 ال 3 يبقى هنا الهايت كام ب 3 الهايت بي 3 لان هنا عدد الانسيستورز الاباء للنقطه دي كام 1 2 3 هتلاقي الماكسيمم للانسيستورز هتلاقي الايه هم الثلاثه فعشان كده ايه يبقى الهايت بيساوي 3 او هي عدد مستويات الايه عدد مستويات التري عامه تكون عدد مستويات التري بس الترقيم يبقى 0 1 0 1 2 3 اوكي يبقى 3 هنا ايه هايت طب ده كام ده 0 1 2 طب دي كام 0 برافو طيب هنا التري ترمينولوجي هنا الروت هنا الهايت اوف عاوز ان اسمع منكم اجابات التري ترمينولوجي ادى الهايت اوف ذا تري الديبث اوف اي نود بي اوكي ديبث واحد كل هايت اثنين دكتور حضرتك عامل ميوت تاني
ما سمعتش إجابة يا شباب. دكتور الدبت بتاع البي كام؟ واحد بس. إجابة صحيحة. مين الهاي؟ الهاي كم؟ اتنين إجابة صحيحة. مين انتي؟ مين اللي بتتكلم؟ البنوتة اللي بتتكلم من اسمك ايه؟ مش سامع. ندى. ندى. ندى ايه؟ ندى محمود. ماشي ست ندى. ومين الراجل اللي قال ان الديبس للبي وان؟ ابراهيم هشام. ابراهيم هشام. ماشي عم ابراهيم. نكمل. عندنا هنا ايضا الليبل A0 والليبل A1 والليبل A2 هذا الترمينولوجي. عندك الA مجموعة من الA من النودز. عندك الباينري A دي في الحقيقة مش باينري 3. ليه مش باينري 3؟ حد يقول لي ان هي مش باينري 3 ليه؟ مش كل واحدة عشان المفروض يخرج من كل واحدة 2. برافو رائع جدا. هنا بيسميهم ليبل A0 وليبل 1 وليبل A2. وده البرانش هنا. البرانش هنا بيقول ان هو برانش اسمه EF والبرانش داون اسمه FA. اوكي. وهنا بقى ملخص صراحة شريحة رائعة جدا جدا. بص عليها وياريتك تاخدها لقطة بالموبايل كده تبقى قدامك دايما وابدا. اللي تشيلدرين هنا البي والاي والاف كل الاي كل دول تشيلدرين. كل دول ايه يسمى تشيلدرين. طيب السيبلينجز هنا بقى سيبلينجز منهم الاشقاء. تعالى كده شوف كده البي والاي والاف اشقاء صح لانهم من اب واحد. طيب السي والدي اشقاء. طب السي والدي والجي والاتش والاي لا مش اشقاء. ليه؟ لأنهم من آباء متعددة صح؟ طب السي دي أشقاء والجي والإتش والآي أشقاء أيضا. طب الليفز هنا مين هم الليفز؟ الأوراق. الأوراق مين هم؟ كل دول أوراق. أقدر أقول عليهم إيه أوراق؟ ليه؟ لأنهم ما لهمش سهم خارج منهم. خلاص دي آخر ورقة وأول حاجة تقع من الشجرة مين؟ الورق. ده دي في الإيه في الربيع. البيرنتس هنا مين هم البيرنتس؟ الإيه؟ والبي هذا الاي وهذا البي والاف بيرنت. طب الاي بيرنت ولا مش بيرنت؟ مش بيرنت. ده دي ليفل عشان ما خرجش منه. ده مش بس كده كمان لازم تنضاف لمين؟ لليف. يعني تبقى ورقه. يعني الليفز هنا محطوطه اهي محطوطه هنا فعلا اهي. يعني السي والدي ورقه والجي والاتش والاي ورقه ومعاهم كمان الاي ورقة. ليه؟ لأنها ما بيخرجش منها إيه؟ ساعة. طب البيرنت هنا الـ A والـ B والـ A والـ F. حد عنده عايز استفسار في الشريحة دي؟ طيب. التري ترمينولوجي التو نودز آر أجيسنس إف أن إيج كونكتد زين. أوكي؟ الباث. مين هو الباث؟ الباث يا شباب هو مجموعة من النودز. اللي كل بالترتيب بقى حطيتهم جنب بعض كده بالترتيب كل اتنين جنب بعض مرتبطين ببعض بس خلاص بشرط ان مفيش نودات تتكرر تكون ديستينكت نودز. النودز اللي محطوطه دي يبقى دي اسمه ايه باث. يعني مثلا على سبيل المثال في باث او من الاي بي سي ابقى اكتبهم كده اي بي سي يبقى الاي مرتبطه بالبي والبي مرتبطه بالاي بالسي باث. طب النودز مختلفة ديستينكت كلها مختلفة انما ما ينفعش اقول A B C A ما ينفعش يبقى دي سايكل. انما الباس A B C وكل اتنين ورا بعض مرتبطين ببعض دي الباس. Every node in the tree can be reached by the following A unique path starting from the A zero. جميلة جدا. بيقول هنا ان كل نقطه من هنا او كل نودايه اقدر اوصل لها بمسار وحيد. ما ينفعش اوصل لها بتو مسار من الروت اليها اي اف اي. هات لي كده مسار تاني يوصل للاي اي اف اي. خلاف ده مفيش. اي نودايه دي من ايه من خصائص التري. كمان من خصائص التري ان عدد الفيرتيسيز بيزيد عن عدد الايدجز بمقدار كام؟ بمقدار واحد.
عدد الايه ال vertices بيزيد عن عدد ال edges بمقدار واحد. ايه مقاس؟ لا, the length of a bus, the length of a bus is the number of edges on the bus. يعني مثلا عند المسار ABC اللينس بتاعه او طوله هو عدد ال edges 1 2, او عدد ال vertices ناقص 1. نعم, هو ال vertices, ال vertices اللي هي النودز. في البداية خالص قلت النودز بطلق عليها points, بطلق عليها vertices, وبطلق عليها points. مين بقى معايا اللي بيسأل السؤال ده؟ ندى, صح؟ طيب مش هنتقصق بقى خلاص, طالما ان انتم متجاوبين كده يعني. ندى وإبراهيم ما شاء الله عليهم. طيب تعال هنا كده, الترمينولوجي هنا اتكلمنا فيه الباث فروم, هنا اتكلم a path, the path from the root A to the leaf I, A I is denoted as AFI, AFI, and has a length 2, ليه 2؟ لأن عدد الـ edges 2, أو عدد الـ عدد الـ nodes ناقص كام؟ 1. اوكي, A B D, فين الـ A B D؟ A B D, ده الباث ده وين؟ اوكي, دي اللينس بتاعه كام؟ 2, عدد الفيرتك عدد الايدجز 2, عدد الفيرتسيس 3 ناقص 1 ب 2. اوكي, التايبس اوف تريز, عندك جنرال تري اهي ملهاش اي كونديشن, ما عليهاش اي كونسترينس. اما الباينري تري اهي بالشكل ده, عليها كونسترينت, عليها شروط طبعا. يطلع من كل نوديه كام؟ يطلع من كل نداية كام؟ 2 نودز. اوكي, بس مش شرط على فكرة ان كل نداية, يعني لو خرج اسهم يجب ان هي يكون ايه سهمين من كل ايه نداية. يبقى دي باينري تري. هتقول لي طب ما دي مش خارج. صح, ما هو مش خارج, مش شرط, انما الشرط لو خرج يخرج منها 2, لو خرج يخرج منها 2. زي ما هو a node can have at most 2 children at most. The simplest form of tree is a binary tree. The simplest form of tree is a binary tree. A binary tree consists of a node. هنا البينري تري بيتكون من نداية and leaf and right subtrees. Both the subtrees are themselves binary trees. وتلاحظ هنا ان دي recursive definition, يعني تعريف بالصيغة الرجعية. هنشوف الحاجات دي. دي binary tree. binary tree كل نداية بتحتوي على أو خارج منها at most, على الأكثر 2 nodes, 2 vertices, 2 points, كل دي مسميات واحدة. عندك general tree ما فيش أي condition, هنا دي خارج منها 3, دي خارج منها 4, دي خارج منها 1, سير يبقى اسمها تري خلاص. هنا الباينري تري is either empty or have the following A form بالشكل ده. هذا root وهذا الـ A, T left وهذا الـ A, T right. Where T left, T right are binary أيضا. لأن لو أخدت دول لوحدهم كده هتعرف إن هم إيه؟ binary A. Binary tree structures, the representation of a binary tree structure is relatively straightforward. We need a variable. عاوزين variable بس نحط فيه الـ A, القيمة الموجودة في الـ A النداية, وعندي 2A pointer. عندك 2 pointer. الـ 2 pointer واحد بيشير للـ left, واحد يشير للـ A للـ right. يعني أي نداية, تعال نمسك مثلا كده النداية اللي هي بتاع الروت اللي هي دي كده. رداية الـ root بيبقى فيها قيمة هنا موجود في قلب الروت, وعندك 2 pointer, الـ pointer دي بيشير للـ left والـ pointer دي بيشير للـ right, وكل الـ point كده هنا قيمة دون للـ left ودون للـ right, ودي هنا قيمة left right, وهكذا. يبقى دي الـ binary tree structure. اوكي, يبقى عشان امثله او اعمل له implementation لازم أن احط ايه متغير, احط فيه الداتا او الفاليو, وعندي 2 pointer اسمه left واسمه right.
الباينري تريز فول اند كومبليت. عاوزك تعرف الايه التعريف ده وتكتبه او تصور لي الايه، تصور لي السلايد دي برضو معاك على الموبايل كده عشان نرجع لها. اوكي، الفول باينري all leaves are on the same level بس كده، and every node has either zero or two children. طيب كتر خيرك، ال complete binary tree leaves are from leaf to right on one leaf level before moving to next A. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ال complete binary tree the leaves الأوراق are filled from left to A to right on one A level before moving A to next. تعال أنا أوضحها لك على إيه، على الأشكال. سيبنا من اللي فوق دلوقتي، خلينا اللي تحت دي دي full and complete. طب جميل جدا، طب دي full and complete، طب دي neither full، طب دي complete، طب دي complete ليه؟ تعال كومبليت لازم أن يكون الليف في نفس الايه المستوى. هل في هنا ليف؟ طب تعال هنا كده، all leaves are on the same level and every node has either zero or two children. ده دي مين الفول؟ انا عايز دي فول اهي، خلينا ان هي فول. فين الليفز بتاعتها؟ جميع الليفز في نفس المستوى، جميع الليفز في نفس المستوى. و every node has either zero or two children. وكل النودز two children، بتحتوي على two children، two children، two children. طب دي بتحتوي على zero children. يبقى هي every node بتحتوي على إما على two children أو على zero children في التعريف اللي هو قاله. يبقى دي complete. سوري دي فول. طب الكمبليت، طب دي كمبليت برضو، كمبليت. طب تعال على دي كده نشوفها كمبليت لوحديها هاي. كل الكمبليت تعريفه لو رجعنا هنا، ان انزل على الليفز from left to right، من هنا ادى الليفت. قبل ما انزل على واحدة جديدة بقى لازم اخد left to ايه to right، left to right. رحت ايه من هنا خلاص، ادا ليفت وادا ايه تو رايت، ونزلت هنا ادا ليفت وادا ايه تو رايت، اجي هنا خلاص وقفت. لو هنزل يبقى لازم اقول ليفت وايه تو ايه رايت. يبقى دي ايه كومبليت. ولكن هل دي فول؟ لا مش فول. ليه؟ حد يقول لي مش فول ليه؟ عشان الفرع الثاني ما عندوش اتنين تشايلد. عشان دي من الشكل ولكن مش تعريف دقيق. عاوز ادق، يبقى التعريف الدقيق من خلال التعريف نفسه. عشان الليفز مش على ليفل واحد. برافو برافو، عشان الليفز اللي هي الاوراق مش على نفس الايه المستوى، مش على نفس الايه المستوى. انما انت لو قلتي ان دي ملهاش ليفز، طب ما هو بيقول كده ان 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 الفول ممكن يكون تعريفها ان يكون كل الليفز على نفس المستوى ذا سيم ليفل، وكل نودايا لا اما بتحتوي على اثنين او بتحتوي على زيرو. طب ما دي بتحتوي على زيرو، اوكي ما فيش مشكله نفس التعريف، ودي بتحتوي على زيرو ودي بتحتوي على اثنين، خلاص يبقى اثنين اور زيرو. انما اللي خلاها مش فول ان الليفز مش على نفس الايه، مش على نفس المستوى. هنا مستوى ليفل 0 1 2، هنا 2 وهنا ايه 1، لان دي ليف ايضا، يعني دي ورقه بس مش على نفس المستوى. مفهوم يا شباب ولا مش مفهوم؟ حد عنده اي استفسار؟ تمام ممتاز جدا. تعال نشوف هنا ايضا دي ان فول برضو، فول تري دي كومبليت تري، دي ان تري از نوت فول اند نوت كومبليت. حد يقول لي طب دي فول ليه؟ طب دي كومبليت ليه؟ طب بلاش دول ليه؟ طب حد يقول لي السي مش فول ليه ومش كومبليت ليه؟ السي مش
فول علشان هي من الفول بتقول ان لازم كله يبقى في نفس الليفل، فلو بصيت لا انا مش سؤالي كده، بعدت عن الليفل. مين اللي موجود معايا؟ انا برضو ابراهيم. مش فول عشان كل نداية مش لها المفروض يطلع منها اتنين، في حاجات مش طالع منها اتنين. لا مش فول عشان كده. لا إجابة، إجابة مش صحيحة علشان الليفز كلها مش على نفس المستوى، اللي هي الاس واليو والاكس. اه هي خلاص اتعلمت اهيا لما ايه خدت خبط على دماغها اتعلمت. مش لا انت قلت مش فول عشان ايه مش قلت عشان مش كل نداية طالع منها اتنين. لا دي مش اجابة صحيحة. لا والله قلت علشان مش على نفس المستوى. ده دي كان في المثال اللي قبل كده. والله دلوقتي لسه ما اتكلم دلوقتي. ماشي مفيش مشكلة. يبقى هنا التري that is not fall عشان مش على نفس الايه المستوى. اوكي طب مش complete ليه؟ عشان مش كل نود طالع منها two descendant. ليه؟ هي تعريف complete ايه الاول؟ ان كل نود يبقى طالع منها two child. هي كده؟ طب تعال نشوف التعريف كده. Complete leaves are filled from left to right on the A. بص يا غالي اقفل البتاع. هنا في الحقيقة is not complete الصوت مش واضح يا دكتور. طيب انا عايز انتوا سامعيني يا شباب؟ شباب تمام. طيب الكومبليت هنا is not complete عشان اقول اطول المفروض الاس مش الايه عشان يبقى من الليفت فايل، لكن هو الاس هنا ممكن يبقى اتفرع منها الاول. ايوه ففي الحاله دي كانت ممكن تكمل، لازم يكمل الاول من ليفت تو رايت وتكمل، ما ينفعش واحده كده. إجابة صحيح. يبقى لازم يبقى يكمل هنا ما يتنقلش للايه للتي الا اذا ايه الى اذا اكمل عند الاس. طيب عندك هنا الباينري تري اس كيو باينري تري، دي تعريف جديد. contains only left or right children. اوكي يبقى هنا دي بنسميها اس كيو، بتحتوي على سب تري واحده بس، لا اما الرايت لا اما الليفت. طب سيميلار تو تريز ويز سيم ستراكشر، الاثنين زي بعض بالظبط بس بتحتوي على قيم مختلفه، قيمه دي خلاف القيمه دي وهكذا في النودز. الكوبي اور ايدنتيكال سيم ستراكشرز اند سيم داتا، سيم ستراكشرز اند سيم داتا. اوكي الباينري تريز هنا ديجنريت balanced complete. تاني degenerate balanced complete. هنا degenerate only one child، هنا balanced mostly two children، complete always دائما two children، دائما two children. اوكي هذا degenerate binary three one child واحدة بس. عندك mostly أقصى حاجة كام؟ اثنين، في واحدة طلع منها واحدة ين فبيقول عليها balanced binary tree. أما هنا complete binary tree طلع منها إيه؟ اثنين. okay الباينري سيرش بقى ندخل في الخوارزمية. الباينري سيرش دكتور ممكن ترجع للسلايد اللي فات الثاني؟ آه.
في البالانس مش ممكن يطلع موست ليتو ويكون اقصى حاجه اتنين؟ اقصى حاجه اتنين. طب ما اقصى اخر حاجه واحده اللي اتنين. طالع، الواحده اللي طالع منها واحده دي ممكن يطلع منها اتنين تبقى. ما انا بقول لك اهو، يعني دي انت بتتكلم على دي. تمام. طيب دي طالع منها واحده، احنا بنقول على يعني موستلي اقصى حاجه يطلع منها كام؟ اتنين. انما معناها الديفينيشن دي معناها ممكن يطلع منها واحده. ماشي معايا؟ الثانيه لازم، الثانيه اللي هي فين؟ تمام. اولويز تو تشيلدرن لازم يطلع منها اتنين. انا انت مين ابراهيم؟ تمام يا دكتور. انت ابراهيم ولا انت مين اللي بيسالني السؤال؟ انا ابراهيم. ابراهيم ايه؟ ابراهيم هشام. شوف ابراهيم، انا كنت مفكر ان انت لما هتسالني تقول لي ان انت دلوقتي اعطيتنا تو ديفينيشنز للكومبليت باينري تري. تو ديفينيشن للكومبليت باينري تري، قلت لنا ان الكومبليت باينري تري تعبي الاول من ناحيه الايه ليفت تو رايت، وهنا قلت لنا ان هي اولويز تو تشيلدرن. ايه المشكله؟ ما فيهمش اي اختلاف، ولو جمعتهم برضو هتلاقي دون ايه عبى اهون او تفرع فروم ليفت تو ايه تو رايت، من الايه من الشمال الى الايه الى اليمين. اوكي معايا؟ يبقى هنا هنا ممكن نصنف الباينري تري على اساس الجنريت والبالانس والايه والكومبليت، او ممكن نصنفهم على ان هي فول ولا كومبليت. ماشي؟ شكرا يا دكتور. ماشي يا حبيبي. الباينري سيرش هنا بقى البحث الايه السؤال. فور اوردر داتا ان ان اري وي هاف ا فيري افيشنت سيرش الجوريزم. طبعا احنا عارفين لما يكون عندنا الشباب اللي درسوا الجوريزمز وعملوا امبلمنتيشن للبحث المتسلسل اللي هو السيكوانشال او السيريال سيرش، وعملوا كومباريزون بتوين وبتوين الباينري سيرش، يعرفوا ان الباينري سيرش يعني ايه باينري سيرش؟ يعني بدور على قيمه معينه في اري، قيمه معينه في اري، فيعرفوا ان الباينري سيرش ما بيتنفس الا اذا كانت هذه الداتا ايه مرتبه ترتيبا تصاعديا او ترتيبا تنازليا، والاشهر ان هو بيبقى تصاعدي. فعندنا هنا لما تكون الداتا مرتبه اوردر داتا ان ان اري، فبنستخدم وبيكون افيشنت الجوريزم اللي هو اسمه الباينري سيرش. ولكن مع ذلك للاسف الشديد خوارزميات الادخال والحذف بتبقى ايه inefficient، فهنا بيتطلب ان هو يعمل نقل للداتا في الايه في الاري، ودي ايه اشكاليه. فاستعطنا بالموضوع ده وقلنا ممكن to provide efficient insertion and deletion ممكن نستخدم ايه فيها الايه اللينكد ايه اللينكد ليست. ولكن لما نستخدم اللينكد ليست هنا السيرش الجوريزم السيكوانشال بيبقى تسلسلي من حاجه لحاجه، بيكون بقى is very inefficient لو استخدمنا الايه اللينكد ليست. يعني اللينكد ليست بتحل مشكله الانسرشن والديليشن، ولكن بتبقى ايه في السيرش بي از سيكوينشال، وبي دون بيعتبر ايه inefficient ايه inefficient algorithm. وبناء عليه نقدر نحل المشكله دي can we get the best of both worlds. يبقى efficient search وinsertion وdeletion كمان algorithms. هنستخدم مين هنا؟ الباينري سيرش تري. يبقى هنا شجرة البحث الثنائية، شجرة البحث الثنائية is our answer for enabling efficient binary search. Okay. The binary search tree is a binary tree with the following properties. يبقى هنا الخوارزمية اللي هنستخدمها في الباقي اللي اسمها الايه؟ باينري سيرش تري، هي باينري تري ولكن بخواص معينه. ايه هي الخواص المعينه دي يا شباب؟ ان اول ايتمز، مين هي الايتمز؟ الداتا والكيز. ان ذا ليفت سب تري، في الشجره الجزئيه اللي من ناحيه اليسار ار لي ذان ذا روتس كي، والشجره الجزئيه
من ناحية اليمين القيم فيها أكبر من قيم الروت. يبقى هنا القيم الموجودة في الشجرة الشمالية أو اليسارية أقل من قيم الروت، أما اللي على اليمين أكبر من قيم الروت. Each subtree is itself a binary search tree. وكل طبعا subtree هي binary tree. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك each node of a binary tree stores a data item. Assume data items are of a type that can be ordered and all items are distinct. هنا إشكالية كبيرة. يبقى كل القيم الموجودة في الباينري سيرش تري لازم تكون قيم مختلفة. هتقول لي ليه؟ أقول لك ليه دلوقتي. خليها معاك يا إبراهيم. إبراهيم هشام. تمام يا دكتور. خليك معايا وفي السلايد الجاية اسألني قول لي لازم تكون القيم كلها مختلفة ليه؟ لأن أنا عندي قيمة موجودة في الروت وقلت اللي على اليسار إيه؟ مختلف. أو سوري اللي على اليسار أقل من قيمة الروت واللي على اليمين أكبر من قيمة الروت. طب لما يكون في قيمتين متساويتين أوديهم فين بالله عليك؟ فدي الإشكالية. No two items have the same value. No two items have the same value. A binary search tree is a binary tree such that for every node X in the tree بتتطلب الايه الكلام ده او فيها التو بروبرتيز. The values of all items in each leaf subtree are smaller than. يعني مش الخواص اللي على الشمال اقل من الروت واللي على اليمين اكبر من على الروت بتتمثل او خاصيه موجوده في الروت بس، لا اي نودايه موجوده في التري بتتوفر فيها هذه الخاصية أيضا. اللي على مش احنا قلنا ان كل نوداية بيتفرع منها يمين ويسار، يسار ويمين، خلاص يبقى خلاص يبقى نفس الايه البروبرتي متحقق، بس برضو ان مفيش قيمتين ايه متساوية. هذا هو يا سيدي، هذا الكي بروبرتي. الفاليو ات نود هذا الاكس سمولر فاليو، يبقى الواي اقل من الاكس على طول. الواي اقل من مين؟ من الاكس، والزد اكبر من الاكس. دي البروبرتيز. والاكس والواي زد ديفرنت ايه؟ ديفرنت فالوز. ديفرنت فالوز. طيب هنا بقى باينري سيرش تري، باينري سيرش تري. شوف هنا العشر هنا متفرع منها شمال ويمين، خمسه وكام؟ و30. الخمسه اقل من العشر وال30 اقل اكبر من العشر. اوكي. طب الخمسة هنا ما فيهاش الا يسار فلازم يبقى اقل من الخمس، انما لو كان يمين يبقى اكبر من الخمسة. طب هنا ال 30 في يسار وفي يمين، يبقى القيمة اللي هنا اقل والقيمة اللي هنا اكبر. وكل القيم دي ديستينكت ديفرنت مختلف. طيب دي نفس القصة 2 45 30 10 25 دي يسار 45 دي 10 دي يمينها يبقى اكبر وهكذا. طب دي حد يقول لي هنا دي ليه بقى؟ بس ما خلاف ابراهيم هشام وندى محمود. ندى محمود ما تفتحش بقها ولا مين؟ ابراهيم هشام يفتح بقه وراه. قولوا لي هنا دي ليه هي مش نان باينري سيرش تري؟ حد يقدر يقول لي؟ عشان ال 45 دي المفروض تكون طالع منها اثنين وطالع منها واحده بس، نود واحده بس. اجابه خاطئه حضرتك، عشان احنا حطينا ال 25 يعني احنا مليناها بس الليفل ما مليناش كل ليفل. اجابه خاطئه. ما تزعلوش مني عادي، يعني عشان اللي هي من 45 اصغر من الاصغر منها مين؟ عشان اللي على يمين ال 45 اصغر منها. اجابه صحيح. اجابه صحيح. اجابه صحيح. قول مين اللي عاوز يقول ايه؟ انت قلت لي ايه؟
قول يا ولد. ها يبقى هنا انت سامعني يا شباب؟ تمام يا دكتور. هنا الراجل قال ايه؟ قال ان على يمين 45 اللي على يمين 45 اقل، ولكن احنا كانت البروبريتي بتقول ايه؟ اي حاجه على يمين نداية لازم تكون اكبر، اي حاجه على يسار نداية لازم تبقى اقل. هنا الخمسه متحقق فيها عادي ما فيش مشكله، دي اقل ودي اكبر اوكي، العشره دي اقل ودي اكبر اوكي، 45 دي اقل ومع انها على اليمين، مع انها على اليمين اوكي. يبقى دي ايه؟ نون باينري سيرش. مين اللي قال الإجابة دي؟ محمد عبد الهادي يا دكتور. محمد عبد الهادي، ممتاز جدا يا محمد. تعال نشوف إيه حاجة تانية. هذا باينري سيرش تري، باينري سيرش تريز، باينري سيرش تري. مالهم دول يا سيدي؟ هذا 6 2 8 1 4، هذا 3 اوكي ماشي الحال، 2 8 1 4 3 7. امال هو عاوز يقول ايه هنا؟ دي نوت ا باينري سيرش تري بات ا باينري تري. اشمعنى؟ حد يقول لي ليه؟ نرجع لها تاني. Not a binary search tree. عشان الليفت نود اقل من الرايت نود في كله. الليفت نود اقل من، طب ما هو ده صحيح، ايه المشكله؟ هو عشان هنا طبق القاعده على اتجاه واحد. يعني ايه على اتجاه واحد؟ يعني انا ما عنديش رايت اشتغل عليه، يعني مش ثانية فاهم. واحدة ثواني. طيب مش فاهم. هي القاعدة ماشية صح، ايه المشكلة؟ القاعدة ماشية صح؟ ما اعتقدش ان في حاجة خطأ. يعني لو قلنا ان في قيمتين متساويتين هنا، في قيمتين متساويتين؟ مفيش. طيب يبقى باينري سيرش تري كل نداية خارج منها شمالها اقل من الايه؟ من النقطة اللي خارجة، ومنها اكبر من النقطه اللي ايه اللي خارج. بس حضرتك احنا الداتا في الكيس الثانيه مش اوردر. الايه؟ الداتا في الكيس الثانيه مش اوردر. الداتا فين؟ يعني اصلا 7 المفروض يبقى على شمال 8 عشان هي المفروض الداتا تبقى اوردر في النظام. الداتا تبقى اوردر. خلينا نقول ان دي باينري. والله خلينا نقول لو حد جابها اديله درجة حلوة، لو حد جابها اديله درجة حلوة، بس اديكم دقيقة واحدة بس. عشان السبعة أكبر من الستة؟ برافو، إيه الجمال ده؟ إجابة صحيحة. مين معايا؟ ندى. ندى محمود برضو؟ أه. ماشي استلم.
ده محمود. يبقى عرفتوا يا شباب ليه؟ ها؟ فين الواد إبراهيم هشام؟ محمد العبادي، عرفتوا ليه؟ عرفت ليه بقى؟ إن هي not a binary search tree، لأن اللي على السبعة دي ده فرع على الشمال الستة، فجميع اللي على شمال الستة لازم أن يكون أقل من الإيه؟ من الستة، فدي النقطة مهمة جدا جدا. أوكي؟ الباينري سيرش تري، here you can see the basic structures of a binary search tree. هنا بقى اهو كل اللي على مين يا غالي؟ اللي على الكي اقل من مين؟ اللي على يسار الكي اقل من الكي، على يمين الكي اكبر من الكي. all binary search tree، تعال نشوف الكلام ده ماله الكلام ده، ادي 17 وده كذا وده كذا، عاوز يقول ايه؟ A will be R full، ال A will be full at binary search tree. A will be with the R complete and binary search tree. كلهم binary search tree ولكن مختلفين في ان C وال E are skewed and binary search tree. تفحصهم تحت الكونديشنز اللي احنا اتكلمنا عنهم وتشوف لو في اي مشكله عندك مش مفهومه ترجع لي. اوكي، الباينري سيرش تري ايضا قال لك هير وي سي اكزامبلز اوف باينري تريز ذات ار نوت باينري سيرش تري. قولوا لي بقى يا شباب اهو، قولوا لي كده واحد واحد بس قبل ما تتكلم في المايك. اول واحد مثلا اسمك ايه؟ إبراهيم هشام. لا سيبك من إبراهيم هشام ده، مش عايزين إبراهيم هشام ولا ندى محمود عايزينها ولا محمد عبد عايزين، عايزين مشاركات أخرى. أنا معك بس. مين؟ ممدوح محمد. قول لي يا ممدوح، دول كل دول إيه؟ نوت إيه؟ نوت باينري إيه؟ سيرش. ليه الأولانية؟ عشان حضرتك احنا حاطينها ال 22 اللي هي اكبر من 17 على 20 زي ما كنت بقى عاملين، وهي على شمالها ماشي. طب دي ليه؟ دي هتبقى عشان ال 11 اقل من 17 يا دكتور. وانا مش قلت لك لما تتكلم تستأذن؟ حصل؟ ماشي يا دكتور تمام. اسمك ايه؟ حسام محمد. انا ممكن اديك درجه وانقصك درجتين عشان ما استاذنش. انا اسف يا دكتور معلش. طيب عشان ال 11 فعلا اقل من ال 17 ولا على يمين ال 17. اوكي، وهنا قول يا ممدوح. ممدوح موجود معانا؟ مع حضرتك. قول يا ممدوح. هنا ليه بقى؟ هنا عشان ال 11 اكبر من ال 6 بس على شمال الهرم. ال 11 اكبر من 6 اجابه صحيحه. طب اللي بعدها دي؟ اللي بعدها ال 22 اكبر من ال 13. اجابه صحيحه. ممدوح يا ممدوح. اسمك ممدوح ايه؟ ممدوح محمد. ممدوح محمد. والولد اللي اتكلم بدون اذن اسمك ايه؟ حسام محمد يا دكتور. ايه؟ حسام محمد. ماشي يا سمسم. اوكي، ممتاز جدا جدا جدا، واضح ان الايه الامور بسيطه اهون. قال لك الاجابات اهي ماشي. طيب عندنا هنا هنتوقف لغايه هنا يا شباب، وبعد كده نشوف الاوبريشنز اللي هتتعمل على الباينري سيرش تري من انزيرشن create node traversal والsearch والdeletion والminimum والmaximum والsuccessors والpredecessors. اوكي، فحد عنده اي استفسار اي مشكله عايز يستفسر عنها؟ دكتور الجزئيه بتاعت الكومبليت عايز افرق بينها وبين الفول. ده مين دي؟ اسمك ايه؟ ندى. برضه يبقى يتخصم منك.
ليه؟ طالما بتسألي ومش عارفة تفرقي ما بين الكمبليت والايه والفول، احنا قلنا الفول لازم يكون الليفز كلها في مستوى ايه؟ في مستوى واحد، في مستوى ايه؟ واحد. وكل نداية بتحتوي على two children or zero children. خلاص دي تعرف. ماشي. يعني امتى يكون مش فول؟ لو هما مش في مستوى واحد، او في نداية بتحتوي على ثلاثة مثلا نودز، اوكي، يبقى هنا في اشكالية ومش فول. الكمبليت بقى، اما الكمبليت ان انا اتفرع من النودز، او بمعنى اصح ان انا ما اتفرعش لي نداية جديدة في مستوى جديد الا اذا اخذت جميع النودز اللي قبلها. برافو. هتقولي لي دلوقتي طب ما انا ممكن يبقى في نداية في المستوى 2 ما اتفرعتش منها واتفرعت من الايه؟ من المستوى 3. اقول لك ماشي، ما فيهاش مشكله، وتبقى برضو ايه؟ وتبقى كومبليت لانك ما اتفرعتش منها خالص. انما ما ينفعش ان انا نقطه على يسار نقطه معينه متفرع منها ومش متفرع منها 2، زي ما ايه ابراهيم ايه قال قبل كده. ماشي. يعني مثلا على سبيل المثال تعال نرجع كده فول. هنا مثلا دي ان ايه از نوت كومبليت. ليه از نوت كومبليت؟ ها هنا الاس اهي صح، المفترض اتفرع منها 2، وبعد ما اتفرع منها 2 اتنقل على مين؟ على التي اتفرع منها، ولكن هو جه عند الاس اتفرع منها واحده بس، وام رايح على التي متفرع منها من غير قبل ايه ما يتفرع من التي من الاس. فهمت؟ طيب المثال الاولاني ده ينفع يكون كومبليت؟ الايه؟ اللي هو الفول ممكن اقول عليه كومبليت؟ الفول اقدر اقول عليه كومبليت؟ في مثال، في مثال قبل كده قلنا فول اند كومبليت اهو. فرعت من هنا، فرعت من هنا اهو اهو اهو. اوكي. طب دي كده دي نايزر فول نور كومبليت، ولا فول ولا كومبليت، تاخد بالك، ولا فول ولا كومبليت. وهنا نايزر فول نور كومبليت. عايزك الشريحه دي مين بقى؟ قلتي ندى محمود صح؟ عايزك الشريحه دي تمسكيها تقريها وتفسريها لي انت بايديكي، طبقا لمين؟ طبقا للديفينيشنز للفول والايه والكومبليت. فهمتيها يمشي حالك، ما فهمتهاش يبقى ايه في تواصل ايه بيننا، ما عندناش ايه اي مشكله. ماشي يا ست ندى؟ تمام. ماشي يا غالي. مين تاني عنده استفسار؟ لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله، بس اسمي مش لاقيه في درجات المتر. اسمك مش لاقيه في درجات المتر؟ في ايه؟ في الداتا ستراكشر؟ الداتا ستراكشر هتلاقيك ما كتبتش اسمك على الورق. امتحنت؟ انا امتحنت، انا اسمي من المحولين. اسمي ما هتلاقيك ما كتبتش اسمك على الورقه صح؟ امتحنت الامتحان الاولاني ولا الثاني؟ الامتحان الاولاني. الاولاني؟ يبقى انت متاكد ان انت كتبت اسمك على الورقه؟ بس انا بصراحه مش متاكد قوي، بس مش يعني متاكد. يبقى في ورقه عندي، لا في ورقه عندي مش مكتوب عليها اسم، جايب 18 مبدئيا ماشي، وفي ورقتين كانوا الاثنين جايبين 18 ومش مكتوب عليهم اساميهم. في طالب جه اتعرف على الورقه،
وكتبنا عليها اسمه جاب 18، وانت كمان لو الورقة دي بتاعتك يبقى انت برضو ايه جاب 18 مبدئيا يعني، ماشي؟ ولما الحياة ترجع قبل ما نسلم الورق للكنترول تبقى تفوت عليا تبص على الايه على الورق ونشوفها لك برضو. خلاص ماشي يا دكتور، شكرا لحضرتك، بالتوفيق ان شاء الله. مين تاني شباب عنده اي استفسار؟ يلا كل عام وانتم طيبين وبالتوفيق، ولو في اي استفسار انا معاكم ان شاء الله على طول. يلا بالتوفيق، ما تنسوش تسيب اسمك بحيث ان نحضرك ان شاء الله. اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.